رحمه مرحبا. من عيوني الله يخليك. انطيني الله يحفظك ام رحمه. انطيني اسمك الكامل وين تسكنين؟ اني سكن كركوك زينه طه جباره. زينه طه جباره. زينه شنو موضوع نعم. ابنك شنو تهمته؟ والله يا عيني استاذ الموضوع وما بها القضيه قبل 3 سنوات من 2019. اكو شخص احب نفس البنيه اللي ابني يحبها اللي هي رايده ابني. اي فهذا الشخص هو دكتور، يعني دكتور اسنان، يعني شهادته بطول ابني. ابني عمره 18 سنه كان. اي ها استاذ احكي لك التفاصيل مختصر. اي فالموضوع ما بي يعني ابني فجاه شلون الخطط ندور عليه ماكو. ورا 10 ايام لزمنا دزوا علينا واحد ضابط تحقيق. وين انخطف؟ بداخل كركوك لو بخارج كركوك؟ لا بتكريت. البنية دزت عليها، هي من تكريت ساكنة بتكريت. يعني يحبها بتكريت؟ دزت عليها. نعم. أي. نعم. أي. البنية اسمها آية عصام أحمد. أوكي هسه ما نذكر أسماء البنات لأنه ما نتحرج من قضية اسم البنات. ابنك انخطف بصلاح الدين. هو احنا بالبداية فكرنا انخطف. اجتني اخت هاي البنية قال لك اكو شخص احب اختي، هو هذا راسم علي خطة فضيع ابنك. خوش حكي استاذ؟ دا تسمعني استاذ؟ دا اسمع. فورا تقريبا 10 ايام اني ما اعرف على ابني اي شيء، ادور اريد ما اعرف. كان يجينا تليفون، اتصلت بينا محامية. اتصلت بينا محامية قالت تردون ابنكم قابلوا هذا الضابط. أنا ما أريد أذكر لك أسماء، إذا بعدين تريد أنا كل شيء عندي أدلة أوصلها إليك. yeah. أوكي استاذ؟ أي ويا ماشي الدكتور هذا الضابط شافنا طلب من عندنا 3 دفاتر ونص. الضابط وين يداوم؟ جرائم صلاح الدين. جرائم صلاح الدين. زين، أنت شلون تقدرين تثبتين إنه هذا الضابط راد من 3 دفاتر؟ أنا عندي شهود. وكل وانا مشتكي على هذا الموضوع وحتى الشهود الضابط زينة. نعم الضابط نعم. طلب منك 3 دفاتر نعم. امام شهود. انا عندنا شهود، انا وزوجي واخويا. انت وزوجك واخوك السيد الضابط قالت 3 دفاتر نعم. وطلع ابنك 3 دفاتر ونص تردون ابنكم. أي. تردون ينحكم. خوش حكي هاي بالمكافحه مال صلاح الدين لوين؟ اي هذا الحكي صار بالمطعم. اكو مطعم يقعدون بيه هم يتجمعون. يا مطعم التكري. يا شو اسمه مطعم التكري؟ شو اسمه المطعم؟ والله ما اعرف. ادلت لك اسم المطعم، ادلت لك كل المعلومات. هذا الضابط وين يشتغل؟ بيا جهه قائد امنيه. انا بدي اقول لك جرائم صلاح الدين. جرائم صلاح الدين هو عقيد. نعم. مدير نعم. مدير الجرائم. لا مو مدير. زين فهذا العقيد كان يعني اكو ضابط تحقيق هو هذا يصير فوق ضابط التحقيق. راد 3 دفاتر ونص. ايش قلتي له؟ 3 دفاتر ونص وصلناها لاثنين ونص. خوش حكي يابا ابني شنو تهمته؟ قال واحد مشتكي عليه. اللي مشتكي عليه اخذوا ابني بدون القاء قبض، اخذته جهه الاستخبارات مال صلاح الدين وهدوه. ابني هدوه ما عنده شيء. ويا ما يدري يطلع ابني جاهم تليفون من جرائم صلاح الدين اخذوا ابني. أنا من تحكي لك، أنا أحكي لك مرة مجروحة، مرة تأذيت، مرة ساومت على عرضي. أنا مو بس وصلت للفلوس، أنا من تحكي لك مو من الفراغ، عندي أدلة ومشتكية ومستعدة قبل كل شيء. أنا اشتكيت من يا رب العالمين ومستعدة للموت أوصل بس حتى يرجع لي ذول الظلام. مطيبة مطيبة. نعم. أنت الآن تتحدثين أمام الرأي العام. أنطيت الدفترين. نعم. ونص أنطيتي للسيد العقيد دفترين حتى يكون صادقة وياك و28 ورقة. خوش حكي للسيد العقيد. طلع اشطيتها للسيد العقيد، استلمتها المحامية الصبح. نعم. العصر ابني خابرني. اي خوش حكي. اي العصر ابني خابرني هاي بعد 10 ايام ما ادري بي وين. اي الصبح قالوا تعال شوف ابنك. اي ويا ما رحت اشوف ابني يستلمني الضابط الثاني المقدم. اي مقدم هذا ضابط التحقيق على ابني. هذا يريد السيارة وراد من عندي دفتر بالغرفة، خلاني بوحدي بالغرفة وياه وسد الباب علي. بقيت أنا وطلع أهلي برا. خوش حكي. أنا بدي أقول لك عندي شهود وعندي أدلة، أنا ما تحكي شيء من فراغ. أنا أريد يوصل صوتي يوصل لكل الدنيا تسمعه. والله العظيم والله وبالله أنا عزيز قلبي ابني مريض عنده فتحتين بالقلب خذوه مني حرموني من شوفته. أنت أعطيتي الدفترين 28 للسيد العقيد. اي
والمقدم راد دفتر وراد يساومك على شنو؟ راد دفتر وسيارة وموبايل ابني وراد من عندي شو راد يساومني على شرفي. قال لي طلع ابنك تجيبين البيتج تسوي لي قعدات البيتج افتحي لي بيتج. انا هذا الشيء رفضته من رفضته سوى هذا المقدم. خلي احكي لك استاذ ورث منتشر والله وبالله والدنيا كلها تسمع بهذا الموضوع يتروفي. اذا اكو شريف خل يطلع يقول حكيش صحيح. ترى كلهم يعرفون ابني مظلوم واني مظلومه سووا بي ورث منتشر. اشتكيت يم المدير مالته اشتكينا يم المدير قلنا له يا بالسيارة صارها 8 أشهر. ابني طلع القضية 56 طلع من عندها كفالة 56 ورا 8 أشهر ويا ما أطلب السيارة مالتنا والموبايل يجي ورفضته ما قبل يتخلي أفتح لبيتي. يفر الدعوة على ابني يقول المشتكي ورا 8 أشهر جاب القى قبض انه ابنك على اساس مسوي نفسه رتبة رائد ومخوف الدكتور. هو المشتكي دكتور ابني رتبة رائد والله لو تشوفه ادزلك صورته طفل عنده فتحتين بالقلب رتبة رائد. انا هسه كل ذني ما لي علاقة بيهن. انا لي علاقة بمساومتك على الفلوس ومساومتك على شرفك. انطيت للمقدم 80 ورقة بالغرفة خوش حكي 3 مرات خلاني بالغرفة. ثاني مرة جبت له الفلوس طبعا من اجل العارضة تنفتح لي العارضة تنفتح وادخل يهم ويطلعوا لي ابني. انطيت الفلوس خوش حكي 80 ورقة. هيا سنة يا ام رحمة هيا سنة 2019 بشهر ال 12 بال 2019 مدير الجرائم مال صلاح الدين انت حكيتي له كل هاي التفاصيل ويدري بيها ابني. نعم ابني خابره قال له سيدي المقدم ما يخليني اخذ السياره اريد السياره ما يخليني يريد مني امور مو شرعيه يعني امور بالشرف واحنا ما عندنا هذا الشيء. والله اسمعني وهذا دا يأذن وهذا صح الله اكبر على عيني. كان ثاني يوم يتصل بينا العميد كان يقول تعال استلم السيارة خوش حكي. راح ابني جاي يستلم السيارة والموبايل جت تلقى قبض 2 على ابني دعوتين على ابني جابوا علي يلقى قبض هو جاي يستلم السيارة. هسه ابنك وين؟ جابوا هذا ابني هسه بمذبوب بسوسة ونحكم 5 سنين وشهر قبل 29 يوم كافي يوم رحمة صح بالبداية نحكم سنة لعبوا بالتمييز. سيد خليني لعبه. أم رحمة ذولا بإذنه تعالى سيكونون أسفل السافلين لأنه هذا الكلام اللي أنت تقوله افتحي لي بيتك أو سوي لي قعدات أنا متأكد أي مو بس أنت وأعنيك أنت أيضا كل إنسان يسوي بعرض الناس هالشكل ما عاد عرض. والآن لو أكو دولة وإن شاء الله الطيبين موجودين هاي المرأة موجودة مدير جرائم صلاح الدين بال 2019 وضباط التحقيق العقيد والمقدم والمرأة رقم تليفونها عندي. ماكو إنسان عراقي مسؤول فلاح زبال إعلامي كاتب شاعر فقير غريب مهجر يسمع عراقية على الهواء يطلبون منها شرفها وفلوسها وابنها وينام ليله. انا ما افهم بهاي القضيه انه احنا وصل مستوى الاخلاق والرزاله عندنا بهذا الشكل. انا اقول ودائما اقول ذولا ما يمثلون المؤسسات الامنيه ذولا عباره عن مرتزقه وقرده خاسئين يمثلون مجموعه من الطيف السيء يمثلون شرفهم. لا المؤسسه الامنيه والاجهزه الامنيه لها تاريخ لكن ذولا جابوهم حقراء مثلهم. ولكم الله أكبر عراقية حرة تخرج عن المألوف وتطلع بالتلفزيون تقولون سدون علي الباب في مؤسسة الدولة. هي شو وصلت غير الناس على قولتهم كلثوم فاض بي ومليت. سيد عثمان الغانمي أنا أعرفك من زمان وأنت شيخ قبل ما تكون وزير وقبل ما تكون قائد وصديقي من زمان واعرف هاي القضية بشاربك وتسمعني عميد باسم. أنا الليلة أبعث لك المقطع وأريد من السيد الوزير تحقيق خاص بهاي القضية. السيد اللواء خالد محنة والسيد أبو رغيف
هاي العراقية تنخت بيكم قد يكون لها حقا مهدور. كل احنا باكر هاي القردة، هاي الصعاليك، هاي الشراذم، هذا القطيع الضال يسوي بينا مثل ما يسوي بيهم. كل احنا عراضنا في خطر، لان ذولا بلا اعراض وعتهم مناصب. ام ده الوقت الاغبر اللي تحكم به هاي الغمان، واللي مدير يسرع بسمع بالضابط سوي لي قاعده ولك سعلوك جربوع حقير. انت لو عندك شرف ما سويت هذا اللي تسويه، مو شرف بس، انت انا متاكد بحياتك ما سامعك شرف، لان لو متربي ببيت بشرف كان علموك. لا حول ولا قوه الا بالله. عندي ايضا رساله اخرى